أبدى نواب أحزاب سياسية على هامش مناقشة قانون المالية التكميلي 2020 تحفظهم على الزيادات التي ستمس أسعار الوقود بسبب رفع الرسوم على المنتجات النفطية، وما لذلك من تأثير على القدرة الشرائية للمواطن. الوقت مش وقته، لكون أزمة الوباء راهي رجعت الناس في فقر. ما نجيش مباشرة أنا ونرفع لها في البنزين ونرفع لها في المازوت ونرفع لها في كذا، لكون راح يتبعوا الرفع في وسائل النقل. بالفعل صعيني الحكومة وكل يعاني من الوضع هذا، وإنما عندنا الحلول. مثلا الممول الرئيسي للخزينة هي الضرائب. لما نزيد أنا في الضرائب وما نقدرش نحصلها، من وفرش الوسائل والإمكانيات المادية والبشرية للتحصيل. نحن نريد حلول إنتاجية لخلق الثروة وليس للتوزيع أو جلب الحلول البسيطة لجلب المال من جيوب المواطن. رفع الرسوم على القيمة المضافة للخدمات السياحية من شأنه أيضا التأثير على هذا القطاع، كما سيساهم في رفع الأسعار، أمر دفع ببعض النواب لطلب مراجعة هذه الرسوم بهدف تشجيع السياحة الداخلية. هذا الأمر راح يأثر على مستوى خدمات وأسعار خدمات السياحية في الجزائر، مما راح يؤدي إلى يعني خروج العديد من الجزائريين لقضاء عطلهم في دول أخرى اللي راح تستفاد من أموالنا. لهذا طلبنا من الحكومة أنها تراجع موضوع زيادة الرسوم على القيمة المضافة وترجعوا إلى 9% حماية لهذا القطاع اللي هو أصلا عايش صعوبات. مع الوضع المالي الصعب للجزائر وانعكاسات الأزمة الصحية، تبقى الرسوم التي حملها مشروع قانون المالية التكميلية محل تحفظات مع الدعوة لتحصيل الجباية العادية والبحث عن موارد مالية أخرى.